Assalamu alaikum. This is lecture number 2. It's about the red blood cells characteristics and function. These are the lecture objectives. As you can see, there are too many objectives in this lecture that you need to understand. You should understand how to state that red blood cells are non-nucleated biconcave elastic disc. You should know their number in the peripheral blood. You should identify the site of formation and discuss the normal percentage of reticulocytes of the whole circulating red blood cells. Explain what the increase in this percentage means from a clinical point of view. Describe the main constituents of red blood cells and how they contribute to the red blood cells function. How red blood cells are regulated, the effect of hypoxia. Describe the role of iron, vitamin B12 and folic acid deficiency on red blood cells and their function. Describe the clinical consequences of iron, vitamin B12 and folic acid deficiency. And lastly, you need to discuss the laboratory classifications of anemia and to list the absolute values. Red blood cells or erythrocytes. As usual, we need to know in physiology what's the role of red blood cells in homeostasis. تعودنا انه في كل محاضرة اول ما نبديها لازم نعرف دور هذا العضو اللي دندرسه او هذا التركيب اللي دندرسه في الهوميوستاسيس. بالنسبة للكريات الحمر عملها والحمد لله اصبح معروف بالنسبة لكم وتم تغطيته في المحاضرات السابقة خاصة المحاضرات التابعة للرسبيراتوري موديول. The first major function of RBCs is to transport hemoglobin. كريات الحمر هي أكياس تحمل الهيموغلوبين والهيموغلوبين بدوره يحمل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة. سبق أن أخذنا هذا في الرسبيراتوري موديول لأنه الأكسجين كما ذكرنا خاصة في المحاضرة الأولى اللي فاتت أنه قليل الذوبان جدا في الماء فلا بد من وسيلة لحمله والوسيلة هو الهيموغلوبين. Second function for red blood cells or the erythrocytes the erythrocytes أنها تحوي على كمية كبيرة من الإنزيم كاربونيك أنهيدريز اللي هو يسوي تسريع لعملية اتحاد ثاني أكسيد الكربون مع الماء لتكوين الكربونيك أسيد. ثم الكربونيك أسيد حيتحلل كما قلنا سابقا إلى هيدروجين أيون وبايكربونيت، والبايكربونيت سيخرج من الكرية الحمراء إلى البلازما وسيحل محل الكلورايد أيون، وهذا اللي سميناه كلورايد شيفت في محاضرات الريسبيراتوري موديول. The third function for the red blood cells is the function of the hemoglobin as an excellent acid-base buffer to the right blood cells. كما قلنا قبل لحظات انه الكمية الكبيرة من الكربونيك اسيد اللي حتتحلل الى هيدروجين ايون وبايكربونيت. الهيدروجين ايون will be taken by the hemoglobin. Hemoglobin is a good buffer, a good intracellular buffer for the pH regulation. Morphology of red blood cells. في الفيزيولوجي عندما ندرس التركيب او الاناتومي لعضو ما او لنسيج ما، طبعا ليس الهدف فقط هو لمعرفة الاناتومي، وإنما الهدف لمعرفة لماذا هذا التركيب بهذا الشكل وكيف هذا التركيب وهذا الشكل يخدم وظيفة أو عمل هذا
التركيب. فالفارماكولوجي سوري the morphology of the red blood cells serves the function of red blood cells. To start with, normal RBCs are biconcave discs having a mean diameter of about 7.8 micrometer and a thickness of 2.5 micrometers at the thickest point and 1 micrometer or less in the center. لنشرح أهمية هذا التركيب وبهذا الشكل. عندما تكون الكرية الحمراء بشكل قرص وقرص طري جدا ورقيق من المركز وسميك بعض الشيء عند الأطراف كما هو واضح في الصورة اللي تمثل سايد فيو وتوب فيو، يجب أن نفهم أنه هذا الشكل حيسمح لهذا الديسك بالالتواء والانحناء وأخذ أي شكل ممكن. طب ما أهمية هذا الشيء؟ هذا الشيء مهم في عدة مجالات. أولا تذكر أنه الكرية الحمراء ستصنع خارج الكابيلاريز، خارج السيركوليشن. حقيقة مكان الصنع حناخذه بعد قليل هو في البون مارو. كيف ستدخل بعد أن تتم صناعتها من البون مارو إلى السيركوليشن؟ معناها يجب أن تخترق جدار الكابيلاريز. هذا الشكل يساعدها أن تلتوي وتأخذ أي حجم صغير أو أن تكون كذلك رفيعة كالخيط بعد التوائها، وبإمكانها أن تدخل من الجابس اللي موجودة في جدران الكابيلاريز ثم تصبح في داخل الدورة الدموية. اثنين، إذا كان شكلها كروي حتكون المساحة السطحية أصغر شيء بالنسبة للحجم، لكن لما تكون بهذا الشكل اللي هو يشبه الديسك أو القرص ستكون المساحة السطحية كبيرة جدا مقارنة بالحجم، وهذا مع كبر المساحة السطحية دائما وأبدا هذا حيساعد على السيمبل ديفيوجن اللي هو مطلوب بالنسبة للأكسجين وكذلك مطلوب بالنسبة للكربون دايوكسيد خصوصا في منطقة الرئتين والتشو عندما يصبح التبادل الغازي مطلوب. كذلك لما يكون مساحة السطح كبيرة بالنسبة للحجم ويصير التواء حيكون سهل على الخلية وما حيصير تنشن في الجدار ولا حيصير تمزق، في حين إذا كانت مليانة وشكلها كروي أي محاولة التواء أو انحناء ممكن تؤدي إلى دمج بالسيل ممبرين. فده تلاحظون أنه هذا التركيب كيف يساعدها. ثانيا انتبهوا إلى الدايمتر. الدايمتر هو 7.8 والكابيلاريز كثير من عدها قد يكون الدايمتر تبعها 6 أو 7 مايكرونز. بمعنى آخر أنه هذه الكريات الحمر أكبر قليلاً من الـ internal diameter of the capillaries، لكن لأنه لديها القدرة على الالتواء تستطيع أن تلتوي بشكل بسيط جدا وأن تصغر من حجمها وتمر بسهولة عبر الكابيلاريز مثل الطابور وحدة بعد الثانية. فتلاحظون أهمية هذا الشكل وهذا التركيب بالنسبة للfunction of the red blood cells. The average volume of the red blood cells is 90 to 95 cubic micrometer. والشيء الآخر اللي مهم أن تعرفوه أنه الكرية الحمراء هي في العادة عمرها من صناعتها إلى وفاتها أو انتهائها هو بحوالي 120 يوم. هناك أرتكل لطيف جدا يكشف لنا كيف يتم اكتشاف الكريات اللي عمرها وصل إلى الموت ويجب أن تتنقى من عدها السيركوليشن. لمعلوماتكم مقبرة الكريات الحمر هو السبلين. وإذا أخذنا التركيب الأناتومي والهيستولوجي للسبلين راح تشوفون أنه
الدم يمر في السبلين فيما يشبه الشبكة من القنوات، وهاي الشبكة من القنوات الدايمتر تبعها حتى أقل من الدايمتر تبع الكابيلاريز. الهيلثي ريد بلاد سيلز ببساطة تنثني وتلتوي وتنحني، وبإمكانها أن تمر من الشقوق والفتحات الصغيرة في هذه الشبكة الموجودة بالسبلين وتخرج من الجهة الثانية، فمن تستطيع العبور معناها هي healthy ونورمال وعمرها ما انتهى. أما الكريات اللي أصبحت قديمة وعلى وشك الموت وبدأ جدارها يصبح ضعيف، فعند محاولتها الالتواء أو الانحناء تعجز أو تتمزق، وعندما تمزقت وأصبحت يعني فاشلة كخلية سليمة حتهجم عليها الفاجوسايتس، والفاجوسايتس هي الخلايا الملتهمة أكثرها تابعة للريتيكولار اندوثيليال سيستم، وسوف تلتهمها وتقضي عليها ويصير ريسايكلينج لمحتوياتها بحيث الايرن يرجع للايرن ستور تبع الجسم، والبروتينز تتحول الى امينو اسيدز مرة ثانية لاعادة صناعتها من جديد، وهكذا يتم التخلص من الكريات الحمر القديمة. وهذا يفسر لنا ليش في بعض امراض الميديسن لما يصير عندنا مرض في السبلين يقال انه العلاج الوحيد انه نسوي عملية سبلينكتومي. عملية السبلينكتومي بعدها يحصل زيادة في عدد الكريات الحمر اللي موجودة في الجسم. تفسير هذه الزيادة ببساطة انه زاد عدد الكريات الحمر القديمة التي لم يقضى عليها، او زاد عدد الكريات الحمر اللي فيها عيوب، وفي جميع الأحوال قد يكون بقائها مهم ومفيد، تؤخذ بعدين في الميديسن درس بدرسه، لكن عرفوا أنه one of the major therapeutic measures for many hematological diseases is to perform splenectomy to make red blood cells survive for longer period of time. Now, كم عددها؟ In healthy men, the average number of red blood cells per cubic millimeter is about 5.2 million. In women, it's about 4.7 million. تلاحظون أنه العدد أعلى قليلا بالرجال مما هو بالنساء. كذلك عدد الكريات الحمر يزداد في البشر الذين يعيشون في المناطق الجبلية المرتفعة، وسنشرح هذه النقطة بعدين. طيب، كم كمية الهيموغلوبين اللي تحملها الكريات الحمر؟ إذا كان الهيماتوكريت الطبيعي، وأنا شرحت لكم ما هو الهيماتوكريت من المحاضرة الأولى في هذا الموديول، من قلنا إذا أخذنا الدم وسوينا له سنترفيوج، فالباكت سيل ريد باكت سيلز راح يكون حجمها حوالي 40 إلى 45% من حجم الدم، وقلنا هذا هو اللي نسميه الهيماتوكريت. فالهيماتوكريت is a ratio, there is no unit, it's a percentage. ففي الدم الطبيعي اللي هو الهيماتوكريت بحوالي 40 إلى 45%، كمية الهيموغلوبين الموجودة فيه عند الرجال بحدود 15 غرام هيموغلوبين لكل 100 مل من البلد. النساء الرقم أصغر قليلا، it's about 14 grams per every 100 مل or per deciliter. لاحظوا 15 و45، يعني كأنما قيمة الهيموغلوبين هي ثلث قيمة الهيماتوكريت. وكثير من اللابز عندما يطلعون تحليل لقيمة الهيموغلوبين يسوون كومباريزن، والوضع الطبيعي أن يكون الهيموغلوبين تقريبا كرقم كأبسوليوت فاليو حوالي ثلث الهيماتوكريت. Production site
of red blood cells. كما تعرفون أن الكريات الحمر موجودة في جسم الإنسان منذ المرحلة الجنينية حتى وهو في الشهر الأول من الحمل عند رحم الأم. فوين تصنع الكريات الحمر على مدى عمر الإنسان من هو في المرحلة الجنينية إلى أن أصبح إنسان بالغ والله أعلم كم سيعيش هذا الإنسان. من دراسة هذا الأمر لاحظوا أنه كريات الحمر الأولى المصنوعة اللي هي primitive وأولية ونيوكليتد RBCs في البداية تصنع من اليوك ساك في المرحلة الجنينية، وهذا حيكون في الشهر أو الأسابيع الأولى من الحمل. بالمناسبة من المفيد أن تعرفون يا طلاب الطب أنه عادة الحمل البشري يقسم إلى ثلاثة أثلاث، نسميهم الفيرست ترايمستر والميدل ترايمستر and the third trimester اللي هو الثلاثة أشهر الأخيرة. تصنع الكريات الحمر باليوك ساك في الأسابيع الأولى من الفيرست ترايمستر. عندما يصل الحمل إلى الميدل ترايمستر الثلث الوسطي، صناعة الكريات الحمر تكون بشكل رئيسي من الليفر، وبدرجة أقل تصنع كذلك بالسبلين والليمف نودز بالنسبة للفيتس الإنفانت. ثم عندما يكبر الجنين في بطن أمه أكثر ويصل إلى الثيرد ترايمستر ثلاثة أشهر الأخيرة قبل الولادة، يكون مكان صناعة الكريات الحمر إكسكلوسيفلي في نخاع العظم in the bone marrow، وكل عظام الهيكل العظمي تشارك في الصناعة. بعد الولادة تستمر هذه الحالة ويستمر البون مارو في كل عظام الجسم وفي كل عظام الهيكل العظمي في الصناعة لغاية عمر 5 سنوات تقريبا. بعدها يبدأ يحصل اضمحلال في عمل البون مارو من بعض العظام. الاضمحلال يبدأ في العظام الطويلة الرفيعة كعظم الفخذ الفيمر، عظم العضد اللي هو الهيومرس والتيبيا اللي أيضا في القدم. ففي هذه العظام الطويلة عند الفحص يتبين أنه يبدأ البون مارو بالتوقف عن العمل بس من الجهة البعيدة عن مركز الجسم، وتبدأ الخلايا اللي تعمل تقل أو تضمحل وتستبدل بفاتي سيلز، ولا يبقى من البون مارو الذي يعمل في العظام الطويلة سوى بالبروكسيمال إند اللي هو القريب على مركز الجسم من العظام الطويلة، لكن النشاط يستمر في العظام اللي هي مسطحة. العظام المسطحة مثل الاسترنم، مثل الإلياك بون اللي هو في الحوض، مثل عظام الجمجمة. هسه قليلا يعني سأخبركم بأهمية هاي النقطة كلينيكلي. فيستمر هذا الحال إلى عمر 20 سنة أو بعد 20 سنة قليلا، وبعد تجاوز هذا العمر ينتهي عمل نخاع العظم في صناعة الكريات الحمر تماما في العظام الطويلة، ولا يبقى من الأكتف بون مارو سوى بالعظام المسطحة. البون مارو الأكتف يكون لونه أحمر ويسمى علميا the red marrow، أما الإنأكتف بون مارو اللي صار بيه infiltration with fat يكون لونه yellowish whitish yellowish ويسموه اليلو مارو. فقلنا بعد عمر 20 RBCs continue to be produced in marrow of the membranous bones العظام المسطحة، وهذه العظام هي بالذات الفيرتبري فقرات الاسترنم الريبز الإلياك كريست والسكال. ما أهمية هذه النقطة لنذكر لكم إياها في الوقت الحالي؟
أهميتها يا طلاب الطب أنه لما حتنزلون إلى التطبيق في أرض الواقع قد يطلب من عندكم أن تسوون بون مارو أسبيريشن، لأنه هذه وحدة من التيستس المهمة في الميديسين خاصة بالهيماتولوجيكال ديزيزز لتشخيص العديد من الأمراض. ناخذ سامبل من البون مارو ويرسل هذا السامبل إلى الباثولوجي. طيب من وين سيتم سحب البون مارو؟ راح تلاحظون انه نسحب البون مارو عادة اما من الالياك كريست واما من الاسترنم. ثانيا في بعض الحالات البون مارو يكون هايبر اكتيف. حتشوفون في بعض الهيماتولوجيكال ديزيزز، واكيد انتو سامعين بفقر دم البحر الأبيض المتوسط أو اللي يسمى الثلاسيميا، وهذه من الأمراض اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط كثيرا. ويمكن سامعين أنه قبل أي عقد زواج يطلب من الزوجين أن يسوون فحص الثلاسيميا حتى يتأكدون ما عندهم احتمال وراثي أن يطلعون الأبناء مصابين بهذا المرض. الخلاصة في مرض الثلاسيميا الكريات الحمر التي ستصنع ستكون كريات مريضة وتموت في فترة قصيرة أقل من 120 يوم، فالإنسان المصاب بهذا المرض الوراثي يكون دائما في حالة فقر دم، دائما أنيميك، ودائما عند الكريات الحمر قليلة في جسمه. فيضطر للبون مارو أن يكون هايبر أكتيف لصناعة المزيد من الكريات الحمر للتعويض عن الكريات التي ماتت. ولما البون مارو يصير أكتيف يكبر حجمه وينتفخ العظم المتواجد فيه هذا البون مارو. وأنا شفت في حياتي التطبيقية بعض الأطفال كان شكلهم مشوه وشكل الجمجمة مشوهة، العظام منتفخة وبارزة تحت العين وفي الجبهة وفي مناطق أخرى وفي الفك، كلها بسبب الأكتيفيتي العالية للبون مارو الموجود في هذه العظام، لأنه كانوا الأطفال هؤلاء مصابين بالثلاسيميا. فمعرفة سايت أوف برودكشن وأين يعمل وأين لا يعمل مهم بالنسبة لطلاب الطب ليفهموا مستقبلا كيف حيتعاملون مع الهيماتولوجيكال ديزيزز. Bone marrow pluripotential hemopoietic stem cells. الآن حنتكلم في موضوع من المواضيع الحديثة ومن المواضيع التي فيها البحوث هائلة في الوقت الحالي والتقدم فيها سريع، ومطلوب من طلبة الطب أن يكونون مع كل ما يكتشف في هذا المجال، وهذا المجال تتغير فيه المعلومات وتضاف إليه المعلومات تقريبا بشيء كبير سنة بعد سنة. المطلوب أن تعرفوه بشكل مبسط أنه كلنا خلقنا من خلية واحدة، وهذه الخلية هي الزايغوت، والزايغوت في الحقيقة هو ستيم سيل، خلية جذعية أولى أو الخلية الجذعية الأولى الأم. فمن نقول خلية جذعية غير متخصصة نقصد فيها أنه لو أعطيت إلى أخصائي باثولوجي وقلنا له افحص هذه الخلية وقل لنا هل هي تابعة إلى نسيج عظمي أم إلى نسيج رئوي أو سيقول لا أستطيع أن أقول تابعة إلى أي نسيج، لأنها غير متخصصة ولم تأخذ أي صفة من صفات خط معين من الخلايا التي تعرف، إن كانت هي epithelial cells, bony cells أو ما شاكل. فالخلايا الستيم سيلز الجذعية الأولى التي لا يمكن معرفة تبعيتها لأي نوع من أنواع التشو هي في الحقيقة هي الخلايا الأم التي تنقسم
وتولد كل أنواع الأنسجة الأخرى. فالخلية الجذعية التي بإمكانها أن تنقسم وتولد أنواع متعددة من الخلايا الأخرى تسمى pluripotential stem cells، وموجود في كل نخاع العظم عند الإنسان عدد قليل من pluripotential stem cells، ولأنها جالسة في نخاع العظم فنسميها pluripotential hematopoietic stem cells. حقيقة هذه هي الخلايا الأم التي بإمكانها أن تولد أي نوع من أنواع خلايا الدم. ويجب أن تعرفوا أن خلايا الدم بأنواعها، سواء كريات حمر أو سواء كريات بيض أو سواء بليتلتس أقراص جموية، كلها تصنع أولا من pluripotential hematopoietic stem cells. أنا أذكر هذا الموضوع بأهمية لأن عدد منكم بالتأكيد في المستقبل سيتخصصون في مجال الهيماتولوجي وسيتخصصون في مجال عملية زرع نخاع العظم. ما يسمى عملية زرع نخاع العظم هو ببساطة أن نزرع في العظم pluripotential hematopoietic stem cells ونترك الأمر لهذه الخلايا أنه هي تسوي complete replacement للبون مارو اللي حتزرع فيه وتنتج كل أنواع الخلايا الأخرى المطلوب أن تنتج من البون مارو. ميزة pluripotential hematopoietic stem cells أنها تستطيع الانقسام إلى ما لا نهاية على مدى طول عمر الإنسان، لن تختفي، لن تموت. كلما كانت الخلية غير متخصصة كلما كان إمكانها أن تنقسم أكثر وأكثر، وكلما ازداد تخصص الخلية أو تخصص الستيم سيلز كلما قلت قدرتها على الانقسام، وعندما في النهاية تأخذ شكل خلية متخصصة معينة بمعنى أنها أصبحت إما Red Blood Cells أو White Blood Cells أو Platelets، عندها لن تستطيع الانقسام بعد ذلك. لا يوجد هناك قدرة على الانقسام لـ Mature Red Blood Cells ولا هناك قدرة على الانقسام لـ White Blood Cells ولا لـ Megakaryocytes اللي هي الخلايا اللي تسوينا الـ Platelets. عرفوا هذه الحقيقة. إذن pluripotential hematopoietic stem cells الموجودة في نخاع العظم واللي هي الخلية الأم تبدأ كالآتي. لنفترض أن هاي الخلية انقسمت إلى قسمين، واحدة ستبقى pluripotential hematopoietic stem cells لتكرر العملية في المستقبل، والثانية ستذهب إلى طريق التخصص. هكذا هي الحياة في البون مارو. طبعا يمكن هذا الكلام يدفعنا للسؤال، إذا أردنا نسوي عملية زرع لنخاع العظم من أين سنأتي pluripotential hematopoietic stem cells؟ فقط معلومة حديثة بسيطة أنه the best current source for the hematopoietic stem cells is umbilical cord blood. الدم الموجود في الحبل السري للأطفال حديثي الولادة يكون ببعض pluripotential hematopoietic stem cells اللي ممكن استعمالها لأي إنسان. فهناك الآن اتجاه عالمي، مثل ما في بنك للدم هناك الآن بنك للدم المسحوب من umbilical cord للأطفال حديثي الولادة حتى يصير عملية تجميع pluripotential hematopoietic stem cells اللي حنحتاجها في عمليات زرع الخلايا الجذعية. طيب الخلية اللي انقسمت من pluripotential hematopoietic stem cells لتذهب إلى المرحلة الانترميديت الثانية قبل ما يحصل بها complete
commitment، يعني أن تأخذ خط إنتاج معين تتحول بعد عدة generations من الانقسام إلى ما يسمى committed stem cells أو progenitor cells. ما زالت stem cells لكن أصبحت قدرتها على الانقسام أقل بعض الشيء وبدأت تأخذ خط إنتاجي معين. بمعنى هذه الكوميتد ستيم سيلز حتاخذ خط انتاج كريات حمر، هذه الكوميتد ستيم سيلز حتاخذ خط انتاج كريات البيض، هذه حتاخذ خط انتاج الاقراص الدمويه، وهكذا. This diagram shows you what we said before about the pluripotential hematopoietic stem cell. لاحظوا خط الإنتاج اللي حينتج الكريات الحمر. سهم رقم واحد يشير إلى البلوري بوتنشال الأم التي ستبدأ في تكوين كل الأنواع الأخرى. لاحظوا سهم رقم واحد يؤدي إلى خلية انقسمت إلى قسمين، قسم سيتحول إلى خط الإنتاج لإنتاج الكريات الحمر أو الخطوط الأخرى، والانقسام الآخر حيؤدي إلى الخلية اللي وضعنا عليها سهمين اللي هي أنتجت خلية أم ثانية حتبقى بديل للخلية الأم الأولى اللي انقسمت، وهذه اللي هي حتبقى في البون مارو، عملية عيد نفسها. طبعا إذا أخذنا الخط الإنتاج اللي حيؤدي إلى تكون الريد بلاد سيلز فتمشي بستيبس، ولاحظوا الستيبس اللي هي أشر عليها سهم رقم اثنين واللي حيكون لنا خط إنتاج committed cells خاصة فقط بإنتاج الكريات الحمر، ونهاية هذا الخط بالتأكيد حتكون في رقم ثلاثة اللي هو إنتاج ال red blood cells. طبعا الخلية الأم بإمكانها أن تنتج كل أنواع الخلايا الأخرى كما هو واضح في الدياجرام. إذا اتبعنا خط الإنتاج للبلوري بوتنشال هيموبويتيك ستيم سيل حتتحول أولا إلى كوميتد ستيم سيل، والكوميتد ستيم سيلز أول ما حتولد ما يسمى بكولوني فورمينج يونت، هذا خط إنتاج خاص. فهذه الستيم سيل اللي بهذا الخط الانتاج اذا كانت حتولد كريات حمر فنسميها كولوني فورمينج يونت اي، او تسمى احيانا كولوني فورمينج يونت جي ام، مقصود فيها خط الانتاج حيؤدي الى صناعه جرانيولوسايتس او مونوسايتس، واذا قلنا كولوني فورمينج يونت ام معناها حتنتهي بتكوين الميجا كاريوسايتس اللي هي حتنتج في الأخير البليتليتس. هنا أحب أوضح نقطة مهمة اكتشفوها العلماء، أنه الخلية لا تنقسم إلا بوجود عامل محفز، وهذا العامل المحفز يسمى growth inducer أو growth factor، فلا بد من وجود growth factor لتحفيز الستيم سيل على الانقسام، سواء كانت الستيم سيلز البلوري بوتنشال او سواء كانت بالانترميديت ستيج اللي هي مثل الكوميتد ستيم سيلز، ايضا تحتاج الى جروث فاكتور او جروث انديوسر، وهذه الجروث فاكتورز او الجروث انديوسرز كلها تقريبا سايتوكينز او انترلوكين، وهناك العديد من الانترلوكينز اللي تعمل في البون مارو تقريبا 6 من انترلوكين 1 الى انترلوكين 6، لكن يمكن اكثر واحد ذو اهميه ويعمل في كل خطوط الانتاج تقريبا بانواعها اللي هو انترلوكين 3، في حين الانواع الاخرى انترلوكين 1 2 4 5 6 كل واحد تقريبا متخصص بالعمل في خط انتاج محدد معين. لكن أحب أوضح أنه الجروث انديوسر أو الجروث فاكتر لا يؤدي إلى ديفرنشيشن،
هو فقط يحفز الانقسام في المرحلة اللي واصلت لها الستيم سيلز في ذيك النقطة، يكثر انقسامها لكن يبقيها في ذلك المستوى. حتى يصير لها differentiation تحتاج عامل آخر، وهذا العامل الآخر يسمى differentiation inducer غير الـ growth inducer. هذا يؤدي إلى تحويل الستيم سيل من step إلى step، ويزداد تحولها شيئا فشيئا إلى نهاية الخط الإنتاجي اللي هو المطلوب أن يحصل. طبعا هذا الكلام من الأشياء الحديثة المستخدمة في الطب، ومستخدمة ليس فقط في منطقة البون مارو ولكن حتى في مجالات أخرى. يعني أحب تعرفون أنه مستقبلا اللي حيدرس على البون مارو ترانسبلانتيشن، أنه لما نحصل بلوري بوتنشال سيلز، في الغالب السامبل اللي نحصله من البلوري بوتنشال سيلز يكون قليل العدد من الخلايا، لا يكفي للزراعة. ففي مختبرات خاصة وبأجواء خاصة نعطي انترلوكين حتى نحث الخلايا على الانقسام، لكن الانقسام في نفس المرحلة لزيادة عددها، وهذه تتم قبل عملية الزرع. وبالمناسبة تقريبا نفس التكنيك يستخدم بعملية زرع الأجنة أو أطفال الأنابيب. يعني في بعض الأحيان يأتي زوجين وفي مشاكل في عدم الحصول الإنجاب، فيساعدوهم في عملية أطفال الأنابيب أنه يصير تلقيح خارجي للأوفم وللسبيرم، حيتكون الزايغوت. لا تظنون يا طلبة الطب أنه الزايغوت بخلية واحدة يزرع مباشرة في رحم الأم، لا، يجب أن تنقسم هذه الخلية وتصبح إلى عدد، ما أذكر كم يجب أن يكون العدد، 50 خلية أو أكثر أو أقل لا أذكر بالضبط. وعندما تصل إلى هذا الرقم أو هذا العدد من الخلايا، عندها يتم زرعها في الرحم. أيضا في سبيل إكثارها وانقسامها نستخدم مثل هاي الجروث انديوسرز أو الانترلوكينز. فهذا علم حديث، بالتأكيد قلت لكم أنه حتما عدد منكم حيحبون هذا المجال وحيشتغلون فيه في المستقبل. السؤال الكبير الآن، من الذي يدفع البلوري بوتنشال هيموبويتيك سيل للعمل لإنتاج، للعمل للتكاثر ولإنتاج خط معين؟ يعني لابد من سيجنال، شنو اللي يخليها تكثر؟ مثلا إنتاج الكريات الحمر، من أخبرها أنه إحنا محتاجين كريات حمر فكثر الإنتاج لهذا الخط بالذات؟ أو من يخبر البلوري بوتنشال أنه إحنا الآن محتاجين زيادة في خط إنتاج الكريات البيض؟ للعلم السيجنال حتأتي من خارج البون مارو. فالسيجنال اللي تؤدي إلى زيادة الخط الإنتاجي للكريات الحمر عادة هي التشو هايبوكسيا، نقص الأكسجين في الجسم وفي خلايا الجسم. ستظهر سيجنال من هناك تصل إلى البون مارو وتطلب من عنده زيادة هذا الخط الإنتاجي بالذات. في حين زيادة الخط الإنتاجي لزيادة إنتاج الكريات البيض أيضا يبدأ من خارج البون مارو، وفي الغالب يكون وجود infection في مكان ما في الجسم. فالinfectious diseases تؤدي إلى إفراز signals معينة نتكلم عنها بعدين، أيضا تصل إلى البون مارو، والبون مارو يبدأ بإنتاج خط إنتاجي خاص بالكريات البيض وهكذا. Stages of differentiation of red blood cells. The first cell that can be identified from the colony forming unit E stem cells is the pro-erythroblast. المقصود من هذا الكلام أنه الخط الإنتاجي من الستيم سيل الذي سينتهي بتوليد الكريات الحمراء، أول خلية من ناحية الباثولوجي التي تشبه الكريات الحمراء في بدايتها تسمى برو إريثروبلاست، وهذه بدورها بعد عدة
تحولات وعدة انقسامات وجنريشنز تنتهي بتكوين الماتشور إريثروسايت. فلاحظوا في البداية هي برو إريثروبلاست، بعدين البلاست تتحول إلى سايت بمعنى آخر ما زالت فيها نواة، والنواة بعدين تتقلص بالحجم وتصغر كوندنس، ثم قبل ما تتحول إلى ماتشور تطرح إلى خارج الخلية، لأنه الخلية قلنا حتكون non-nucleated. أثناء العملية شيئا فشيئا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة يبدأ تكون الهيموغلوبين وتجميعه داخل الكرية الحمراء. أقصى حجم للهيموغلوبين ممكن يوصل تركيزه داخل الكرية الحمراء هو أن يكون تقريبا 34% من حجم الخلية، يعني 34-33%، المقصود بثلث حجم الخلية سيمتلئ تقريبا بالهيموغلوبين. والمرحلة ما قبل الأخيرة هي مرحلة الريتيكولوسايت ستيج، وهذه المرحلة لها أهمية خاصة بالنسبة لنا نحن الأطباء. من مرحلة البرو إريثروبلاست إلى مرحلة الريتيكولوسايت العملية كلها تتم داخل البون مارو. عند الوصول إلى مرحلة الريتيكولوسايت ستيج عندها سيبدأ البون مارو بطرح هذه الخلايا لتذهب إلى الدورة الدموية، بمعنى أنه ستدخل الدورة الدموية وهي بالمرحلة الأخيرة من الريتيكولوسايتس، وخلال يوم إلى يومين ستتحول الريتيكولوسايت وهي داخل الدورة الدموية إلى ماتشور إريثروسايت، معناها التحول سريع. عملية انتقال الريتيكولوسايت من داخل البون مارو إلى داخل الكابيلاريز وعبورها جدار الكابيلاري يتم عن طريق الديابيديسيز. للي ما يعرف ما المقصود بهذا الاصطلاح الديابيديسيز، الديابيديسيز مقصود فيها أنه الريتيكولوسايت تتحول إلى ما يشبه الأميبا وتكون مثل الأقدام الوهمية السودوبودز، وتبدي تزحف وتتخصر وتحاول أن تدخل من الفتحات الموجودة بين الإبيثيليوم اللي هي one single layer of epithelium اللي هو تمثل جدار الكابيلاريز وتدخل إلى داخل الدورة الدموية. باعتبار التحول سريع جدا، يعني short life بالنسبة للريتيكولوسايت تتحول إلى الماتشور إريثروسايت، الموضع الطبيعي أن لا يوجد في الدورة الدموية أكثر من 1% من الكريات الحمر بمرحلة الريتيكولوسايت، و99% يجب أن تكون متحولة إلى الماتشور إريثروسايت. طيب ماذا يعني طبيا لو كان هناك نسبة من الريتيكولوسايت أعلى من 1%؟ لنا كأطباء هذا يعني أنه البون مارو is active and it is synthesizing higher or greater number of erythrocytes and deliver this extra amount to the peripheral circulation. كلما زاد صناعة الإريثروسايتس في البون مارو وزيادة طرحها بالدورة الدموية، كلما كان مقدار الريتيكولوسايتس أكثر عددا أو أكثر نسبة. فإذا زاد لازم نسأل نفسنا السؤال، لماذا حصلت هذه الزيادة ويجب أن تفسر طبيا. This diagram shows you the steps of formation of the red blood cells or the genesis of the red blood cells. Please look at the column at the left side of the graph, and it shows you clearly that the stages start from the pro-erythroblast and ends into the erythrocyte,
and the stage before the end is the stage of the reticulocyte. And in the reticulocyte we can still see a mesh which is blue in color. It's bluish when we make the stain for the red blood cells simply because it's a basophilic stain that appears bluish in color. Erythropoietin. وصلنا الآن إلى السلايد الذي يشرح ما هي الاكسترنال سيجنال التي تصل إلى نخاع العظم أو البون مارو وتطلب من البلوريبوتنشال سيلز أن تصنع الخط الإنتاجي الخاص بزيادة إنتاج الكريات الحمر. The signal is the hormone erythropoietin. هذا الهرمون الإريثروبويتين يصنع من قبل الكدني عند الـ human beings والـ higher animals. والسيجنال هي الـ tissue oxygenation. Whenever there is low tissue oxygenation means there is local hypoxia, the kidney by special cells, some believe it is within the renal tubules but in the cortex part of the kidney, because the cortex of the kidney receives the highest blood flow and can detect any sort of hypoxia. So there the hormone will be synthesized and it will be released with the venous blood of the kidney, and then by the transport of the circulation this erythropoietin will reach to the bone marrow and it will be the external signal that stimulate the production. Now, what are the diseases or the conditions that stimulate the release of erythropoietin? The conditions or the signals are, first, anemia. Two, living at very high altitude where there is low hemoglobin saturation, low blood volume, poor blood flow as in a prolonged heart failure, and in pulmonary diseases like chronic obstructive pulmonary diseases where there is low oxygen diffusion across the alveolar membrane to the blood. The erythropoietin is a circulating glycoprotein with a molecular weight of 34,000. And the usual stimulus for the erythropoietin production or secretion is hypoxia, as we said. And I would like here to say one very important point, that 90% of the erythropoietin comes from the kidney in the adult and just not more than 10% from the liver. And we say this point for very simple reason, that in the medical practice we will be encountered with many cases of chronic renal diseases, and usually most of these patients are anemic. And the reason is very simple. Because of the disease in the kidney, there is lack of synthesis and secretion of the erythropoietin. And the liver, by only 10% secretion of erythropoietin, cannot compensate for the kidney. Therefore, definitely anemia will be associated with diseases of the kidney or in patients in whom the kidney has been removed by surgery, that's to say nephrectomy. Before, it was very difficult to treat these patients, but now I will tell you soon in the next slide and discuss it, we can treat them by the synthetic erythropoietin, which is now available in the medical practice.
Please note that during fetal and neonatal life, the major site of erythropoietin production is the liver. Regarding the regulation of erythropoietin secretion, the big question is, how can erythropoietin stimulate the production of red blood cells? الموضوع يحتاج بعض التوضيح هنا. أحب أن تعرفون أنه اكتشفوا أنه الكوميتد ستيم سيلز لن تبقى على قيد الحياة ولن تستطيع الاستمرار بالحياة بدون استمرار وجود الإريثروبويتين. بمعنى إذا كان في إريثروبويتين الكوميتد ستيم سيلز اللي بالخط الإنتاجي المولد للكريات الحمر ستبقى حية وستتكاثر وستنقسم وستولد كريات حمر. عدم وجود إريثروبويتين سيؤدي إلى حصول حالة من الموت في هذه الخلايا بسبب تكسر الـ DNA فيها، وهذا الموت الطبيعي للخلايا يسمى في الطب apoptosis. فإذا طريقة عمل الإريثروبويتين هو ببساطة منع الـ apoptosis. منع الـ apoptosis سيترجم إلى الاستمرار في الصناعة وزيادة الإنتاج. هكذا يعمل الإريثروبويتين في منطقة البون مارو. النقطة المهمة في الطب الآن أنه كان هناك مشكلة ضخمة، كيف نعالج مرضى الكلى المزمن. أنتوا كمستقبل كطلبة الطب، كمستقبل حياتكم كأطباء، سترون في وحدات الكلية الصناعية وغسيل الكلى أن معظم مرضى غسيل الكلى هم أنيمك، والمشكلة كبيرة لهم، تسمم بسبب اليوريا مع أنيميا شديدة وضعف وهزال. فكانت في السابق معاناة ضخمة، لأنه في الكلية الصناعية حتى لو تم التخلص من اليوريا والكرياتينين عن طريق الرينال دياليسز لن يكون هناك إنتاج للكريات الحمر، وسيبقى المريض يعاني من الأنيميا. لكن في السنوات الأخيرة والحمد لله تم التمكن من صناعة الإريثروبويتين عن طريق تحفيز البكتيريا بعد أن يزرع فيها الجين الخاص في صناعة الإريثروبويتين، فهذه تسمى ريكومبيننت إريثروبويتين، وأصبح الآن متوفر في المستشفيات. هذا اسم تجاري له، إبويتين ألفا، وأصبح مرضى الدياليسز يعطون هذا الإريثروبويتين الصناعي، وبدأ البون مارو لديهم يعمل، وأصبح الوضع لديهم أفضل بكثير من السابق، وكان هو الوسيلة الموجودة الآن للتغلب على الأنيميا التي تحصل بسبب نقص إنتاج الإريثروبويتين. بالنسبة لكم يا أطباء المستقبل، لازم تعرفون كيف تميزون أنواع الأنيميا، هل هي بسبب نقص الإريثروبويتين أم بسبب عوامل أخرى. طبعا في فحوص وبعضها معقد بعض الشيء، وهو أن نفحص منسوب الإريثروبويتين في الدم في مرضى الأنيميا. فإذا كان منسوب الإريثروبويتين عالي، فهذا يعني أن الأنيميا سببها ليس الإريثروبويتين، وإنما عامل آخر سبب الأنيميا، والأنيميا أدت إلى هايبوكسيا، والهايبوكسيا استفزت صناعة المزيد من الإريثروبويتين من الكدني كعملية نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. أما إذا كانت الأنيميا مصحوبة بنقص لكمية الإريثروبويتين في الدم،
معناها أنه العلة من الكدني وهذه هي التي تسببت في حصول الأنيميا. هناك حالات معاكسة تماما سترونها في الطب وهي حالات زيادة عدد الكريات الحمر، بعضها physiological وبعضها pathological. physiological مثل ما ذكرنا في السلايد السابق العيش في المرتفعات الجبلية حيث يكون مستوى الأكسجين منخفض وهذا سيؤدي حتما إلى local tissue hypoxia، واللوكال tissue hypoxia ستؤدي إلى زيادة إنتاج الإريثروبويتين، لكن هذه زيادة بسيطة وهذه physiological response ولا تعتبر حالة مرضية، فقد تزيد عدد الكريات الحمر من 5 ملايين إلى 6 ملايين أو لن تزيد عن 7 ملايين. أما الحالات المرضية التي تؤدي إلى زيادة الإريثروبويتين، فلما يكون هناك هايبوكسيا لعلة على سبيل المثال في الرئتين كما في حالة الكرونيك سموكرز، لما يكون الديفيوجين كاباسيتي للأكسجين من الرئتين إلى الدم قليل فيكون منسوب الأكسجين في الدم قليل ويكونون هم هايبوكسيك، فهذا يؤدي إلى زيادة إنتاج الإريثروبويتين ويزيد الهيموغلوبين، فحتكون المشكلة مشكلتين، إضافة للهايبوكسيا عدد الكريات الحمر حيزيد، وكما قلنا في الموديول في الكارديوفاسكولار سيستم زيادة عدد الكريات الحمر عن العدد الطبيعي ستؤدي إلى زيادة الفيسكوسيتي، والفيسكوسيتي حتزيد الريزيستانس، والريزيستانس إذا زادت زاد الأفتر لود على الهارت وهذا سيؤدي إلى هارت فيلير. فهذه من الحالات اللي تزيد إفراز الإريثروبويتين وزيادة عدد الكريات الحمر يسمى في الطب بوليسايثيميا. لفهم كيفية حصول فقر الدم أو الأنيميا لابد من فهم كيف يحصل نضوج أو الماتوريشن of the red blood cells والعوامل التي تؤدي إلى حصول الماتوريشن، وكيف انه نقصها ممكن ان يعيق حصول الماتوريشن of the red blood cells. اهم ثلاث عوامل تؤثر في الماتوريشن of the red blood cells are the vitamin B12, the folic acid and the iron. فبالنسبة الى الإريثروبويتيك cells of the bone marrow تتميز بأنها سريعة الانقسام وسريعة النمو، وكل خلية بالعادة سريعة الانقسام وسريعة النمو معناها تحتاج إلى سينثيسيس سريع لـ DNA جديد، والسينثيسيس of the DNA يحتاج لحصوله إلى توفر كمية كافية من فيتامين B12 وكذلك من الفوليك أسيد. فإذن الإريثروبلاستيك سيلز of the bone marrow in deficient vitamin B12 or folic acid produce mainly larger than normal red blood cells and they are called macrocytes. فإذا انعاق الانقسام السريع وأصبحت الخلية بطيئة النمو ستنمو ولا تنقسم وتستمر بنمو البطيء، فيصبح عددها قليل ولكنها كبيرة الحجم جدا، والخلية الحمراء كبيرة الحجم تسمى ماكروسايت. فما يجب أن تعرفوه عن الميكروسايت very simple point: although such macrocyte RBCs are capable of carrying oxygen normally, they have a short life, high number one, one half to one third the normal life, ويكون جدارها ضعيف وهشة وقابلة للموت السريع.
إذن نقص فيتامين بي 12 ونقص الفوليك أسيد سيؤدي إلى إنتاج خلايا قليلة قصيرة العمر. طيب، ما الذي يمنع توفر كمية كافية من فيتامين بي 12 وهو فيتامين متوفر بكثرة في الغذاء وفي الفيجيتابلز والأوراق الخضراء بشكل كامل؟ هنا طالب الطب يجب أن يفهم الخط الذي يتم به الامتصاص الصحيح لفيتامين بي 12، لأن نقص هذا الفيتامين سيؤدي حتما إلى أنيميا وتسمى عادة في الطب بيرنيشيوس أنيميا، والسبب هو وجود أتروفيك غاستريك ميكوزا that fails to produce normal gastric secretion. Let's continue in this slide with the subject of the maturation of the red blood cells and the role of vitamin B12, folic acid and the iron. Here, this slide explains to you the role of the intrinsic factor. لنشرح هذه النقطة بالتفصيل حتى تكون واضحة في فهم عملية الميتابوليزم بالنسبة للفيتامين بي 12 وكيفية صناعة الكريات الحمر. الفيتامين بي 12 يدخل مع الطعام ويصل إلى المعدة، ولكن بالإمكان لحوامض المعدة والإنزيمز أن تدمر هذا الفيتامين. فلمنع هذا الفيتامين من أن يدمر أو يحطم من قبل الإنزيمز والغاستريك سيكريشن، خلق الله سبحانه وتعالى مادة تفرز مع الغاستريك سيكريشن. هذه المادة مصنوعة من الجلايكوبروتين وتسمى The Intrinsic Factor. The Intrinsic Factor يتحد مباشرة مع فيتامين بي 12 في المعدة ويصنع مركب. هذا المركب لا تستطيع أنزيمات المعدة ولا أنزيمات الأمعاء أن تحطمه أو تسوي له أي digestion، فسينتقل من المعدة إلى الاثنى عشر ثم يستمر حتى يصل إلى منطقة الإليوم في الأمعاء الدقيقة. في منطقة الإليوم سيتم امتصاص الانترنسيك فاكتور مع فيتامين بي 12 ككتلة واحدة، وسيلولار ترانسبورت، ويذهب إلى الدورة الدموية. ينفصل الانترنسيك فاكتور عن الفيتامين بي 12، وفيتامين بي 12 سيؤخذ بدرجة رئيسية إلى الكبد وسيخزن في الكبد، ثم يطلق تدريجيا من الكبد ليذهب للبون مارو عند الحاجة. متى ستحصل المشكلة؟ المشكلة تحصل إذا صار هناك تلف في الغاستريك ميكوزا as in atrophic gastritis، فعندها لن يفرز الانترنسيك فاكتور أو سيكون إفرازه بكمية قليلة، وهذا سيؤدي حتما إلى منع وصول الفيتامين إلى منطقة الأمعاء إلى منطقة الامتصاص، وسيحصل لدينا فيتامين بي 12 deficiency وستحصل البرنيشيوس أنيميا. هذا هو التفسير. طبعا ممكن تحصل البرنيشيوس أنيميا لأسباب أخرى غير أتروفيك غاستريتس. ففي المرضى اللي يجرى لهم عملية قص للمعدة، لا سامح الله إذا كان في سرطان في المعدة، ما في أمام الجراح سوى حل واحد، وهو أن يسوي يا إما partial gastritis أو total gastritis، فتزال جزء من المعدة أو تزال المعدة بأكملها. في هذه الحالة لن يكون هناك أي مصنع لإنتاج intrinsic factor بديل، وحتما المريض سيعاني من
pernicious anemia. لكن الحل بسيط. هؤلاء المرضى الذين يعانون من هذه الحالة يعالجون بأخذ injections لفيتامين بي 12 لتعويض النقص عن طريق الامتصاص. العنصر الآخر المهم غير الفيتامين بي 12 والفوليك أسيد اللي هو الايرن. الميتابوليك بروسس والميتابوليك باثوي لصناعة الهيموغلوبين مع الايرن يبدأ بالشكل الآتي. الايرن يصل إلى الأمعاء يا إما عن طريق أملاح يا إما بمركبات الهيموغلوبين أو المايوغلوبين. من أقصد الهيموغلوبين والمايوغلوبين أقصد مع الطعام، لأن اللحوم اللي نتناولها هي كلها مايوغلوبين، والمايوغلوبين تحوي على الايرن أو بعض الهيموغلوبين معها، فنتناولها مع اللحوم أو تأتي بشكل أملاح الحديد مع المركبات. كما سبق أن ذكرت لكم أملاح الأيرن لا تذوب في الماء فتحتاج كارير. الكارير الرباني اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا إياه بالبلازما، هذا الكارير هو الترانسفيرين. الترانسفيرين طبعا بدون حمل الحديد، قبل ما يحمل الحديد يسمى أبو ترانسفيرين، واللي هو عبارة عن بيتا جلوبيولين، وطبعا البيتا جلوبيولين يصنع من الكبد. فالبلازما موجود فيه اصلا النواقل الفارغه اللي ما تحمل حديد اللي هي ابو ترانسفيرين. عند توفر الحديد ووصوله الى جدار الامعاء سيلتقط من قبل الابو ترانسفيرين، عندما يحمل الحديد سيتحول الى ترانسفيرين. فالترانسفيرين هو البروتين الحامل للحديد الذي ينتقل بالبلازما، وبإمكانه أن ينقل الحديد من منطقة إلى منطقة، يعني مثلا من الأمعاء إلى الكبد أو من الأمعاء إلى البون مارو. خزين الحديد في الجسم يكون بالليفر وبالريتيكولو اندوثيلال سيستم، خاصة اللي موجود في منطقة البون مارو. فإذا الترانسفيرين حينقله إلى ذلك المكان. التخزين داخل الخلايا يتم عن طريق بروتين ثاني للنقل اللي هو الأبوفيريتين، أيضا لما يمسك في الحديد حيتحول إلى فيريتين. فإذا الخزين داخل الخلايا هو بشكل فيريتين. الآن إذا أرادت الخلية التي ستتحول إلى كرية حمراء مثل الخط الإنتاجي في بدايته اللي هو برو إريثروبلاست، حيأتيها لترانسفيرين ناقلا الحديد. لحصر عملية شبيهة بالفاغوسايتوسيس، تلتهم الخلية بالكامل، تلتهم الجزيئة الحاملة للحديد بالكامل إلى داخل الخلية، وهناك سيتم استخلاص الحديد وإدخاله في تركيبة الهيموغلوبين. ففي حالة عدم وجود ترانسفيرين كافي ينقل الحديد، كما في حالة الايرن ديفيشنسي، ما سيحصل انه سيتعطل انتاج الاريثروبلاست وتحولها الى اريثروسايت، والنتيجة ستكون توليد عدد اقل من الطبيعي من الكريات الحمراء صغيرة الحجم باهتة اللون لقلة وجود الهيموغلوبين فيها. نقص الهيموغلوبين في الكرية وتحولها إلى اللون الأحمر الباهت يسمى في الميديكال ترمينولوجي هايبوكروميك أنيميا. هايبوكروميك يعني قلة اللون الأحمر في الكريات الحمر المصاحبة لحدوث نقص الدم، فقر الدم اللي هو الأنيميا. Anemias. Now, what is the definition of anemia? Anemia simply means deficiency of hemoglobin in the blood, which can be caused by either too few RBCs or too little hemoglobin in the cells. The types are mainly four:
But I would like her to remind you about one important point. These are causes of anemia if we consider the erythropoietin is normal. بمعنى إذا كان الإريثروبويتين يفرز بشكل طبيعي من الكلية مع ذلك توجد حالات أنيميا ما هي الحالات التي ممكن أن تؤدي إلى الأنيميا mainly توجد أربع حالات first one blood loss anemia the blood loss شكلين إما acute blood loss after acute hemorrhage مثل ما يحصل عند بعض الحوادث and here if we stop the bleeding the body will be able to correct the shortage in RBCs after or within 3 to 6 weeks but sometimes the blood loss is chronic هناك حالات فيها نزيف دم مزمن من عند الإنسان وفي الطب مذكورة حالات كثيرة مثلا bleeding due هناك أناس عندهم قرحة في الاثنى عشر وهي نازفة وتنزف باستمرار هناك ناس يعانون من زوائد أو polyps في منطقة القولون أو السيجمويد المستقيم أو عند الركتم فهناك نزيف مثل البواسير أو غيره وبشكل مزمن إذا كانت كميته كبيرة فهذا سيؤدي إلى أنيميا لسبب بسيط جدا وهو أنه مقدار الفقدان أكبر من مقدار الصناعة والتعويض النزيف من هذا النوع الكرونيك بليدينج يكون شبيه بالآيرن ديفيشنسي فتكون الخلايا مايكروسيتيك صغيرة الحجم هايبوكروميك لونها احمر باهت والانيميا ديفيش يعني ديكريز ان ذا هيموغلوبين النوع الثاني من الانيميا هي الابلاستيك انيميا ا نقصت فيها نفي بلاستيك صناعه ابلاستيك انيميا يعني العله في المصنع العله في البون مارو البون مارو لا يصنع خطوط الإنتاج الثلاثة واقفة هنا الأنيميا ليست فقط في الهيموغلوبين وقصدي النقص ليس فقط في الهيموغلوبين والكريات الحمر كذلك الكريات البيض تكون قليلة العدد وكذلك البليتليتس قليلة العدد الخطوط الإنتاجية كلها متأثرة لتوقف المصنع السبب في الغالب toxic effect تسمم للبون مارو كما يحصل في الكيموثيرابي أو قد يكون البون مارو تعرض إلى deep gamma rays radiation الأشعة العميقة ممكن أن تقتل البون مارو مع الأسف الشديد لا علاج لها سوى عملية زرع نخاع عظم bone marrow transplantation الميغالوبلاستيك أنيميا ذكرناها عندما تكون هناك أنيميا مصحوبة بعدد قليل من الكريات الحمر والخلايا حجمها كبير كما يحصل في الفيتامين بي 12 ديفيشنسي لا داعي لشرحها مرة أخرى النوع الأخير هو الهيموليتيك أنيميا الهيموليتيك أنيميا عادة تكون أمراض وراثية تنتج كريات حمر هذه الكريات الحمر تتحطم وتموت بسرعة قبل بلوغ العمر الكامل اللي هو 120 يوم ضربت لكم مثل في سلايدات سابقة في الأنيميا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط أو الثلاسيميا وهناك أمراض وراثية أخرى تؤدي إلى الهيموليتيك أنيميا مثال على ذلك السفيروسايتوسيس السيكل سيل أنيميا والإريثروبلاستوسيس فيتاليس ستأتي محاضرات أخرى نشرحها فيها إن شاء الله أو سنشرحها خلال المختبر Lastly, what are the clinical consequences of anemia?
Severe anemia is usually associated with decreased blood flow resistance. The low number of red blood cells means low viscosity, and the low viscosity is low resistance, and low resistance will be translated as decreased in the afterload, and this will increase the cardiac output. There is another cause for the increase in the cardiac output because of the anemia. Tissue hypoxia causes vasodilation, and the vasodilation will further decrease the afterload, and this will increase the cardiac output to still a higher level, sometimes 3 to 4 times normal. So when a person is not exercising, he is feeling weak. And when a person with anemia begins to exercise, the heart is not capable of pumping much greater quantities of blood than it is already pumping, and this can precipitate acute cardiac failure. This is the test question. Hopefully, after understanding this lecture, you will be able to answer it. And as usual, if you don't understand it or you have difficulty in solving it, don't hesitate to write me that and I will answer you. And good luck. Wassalamu alaikum.